بعد الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وأهميتها في حياتنا اليومية، أصبح استعمال أجهزة الهواتف الذكية أمر ضروري، بل وأصبحنا نرى إدمالاً عليها في الآونة الأخيرة، خصوصاً بين فئة المراهقين والشباب. إليكم هذه الأرقام. أثارت هذه الأرقام قلق المجتمع، حيث قامت فرنسا مؤخراً بإصدار قرار لمنع استعمال هذه الأجهزة في المدارس باعتبارها مشتتة لتركيز الطلاب. من جهة أخرى، وجد بعض الباحثين أن منع استعمال الهواتف الذكية في المدارس قد يؤثر سلباً على تحصيلهم. أيضاً بين مؤيد ومعارض يبقى السؤال، هل أنتم من مشجعي استخدام الهواتف الذكية في المدارس أو من معارضها؟ شاركونا آراءكم على صفحتنا.